في حياتنا اليومية نسمع عبارة اشتري هذا الشيء بدلاً من هذا واستشر فلاناً بدلاً من فلان. نعم، البدل كلمة ترددها الألسن كثيراً، ولكن اللغة أيضاً تتضمن كلمات مقصودة في الحكم فتسمى بدلاً، وهذا ما سنتعرفه في درسنا اليوم. لنقرأ المثال الآتي المعبر عن المشهد السابق. الأم اعتدال تمثل الحب الذي يطل على الحياة. نلاحظ أن هذا المثال احتوى اسم علم هو اعتدال، وقد مهد له باسم آخر هو كلمة الأم. ولكن من المقصود في الكلام أو الحكم، الأم أم اعتدال؟ بإمكاننا أن نحذف كلمة الأم فتصبح الجملة اعتدال تمثل الحب الذي يطل على الحياة، فنلاحظ أن الجملة قد حافظت على المعنى نفسه. وعليه يمكن استبدال كلمة اعتدال بكلمة الأم لأنها هي المقصودة بالحكم، لذلك كلمة اعتدال هي بدل من الأم، والأم هي المبدل منه. وبما أن كلمة الأم هي مبتدأ مرفوع، لذا جاء البدل بعده تابعاً للمتبوع في علامة الإعراب. وهذا يقودنا إلى تعريف البدل على أنه تابع مقصود بالحكم يمهد له اسم قبله يسمى المبدل منه. والآن لنتعرف أنواع البدل. إذا ما أعدنا قراءة المثال السابق فسنلاحظ أن البدل اعتدال جاء مطابقاً للمبدل منه الأم، مطابقة كلية في المعنى. وهذا النوع من البدل يسمى البدل المطابقة أو بدل كل من كل، وهذا هو النوع الأول من أنواع البدل. إذن يمكننا أن نستنتج أن بدل المطابق يطابق المبدل منه في المعنى. لنتابع المشهد الآتي حتى نتعرف النوع الثاني من أنواع البدل. نلاحظ أن الأم تقضي الوقت معظمه في العمل والعطاء، وعليه فإن البدل هو كلمة معظمه، والمبدل منه كلمة الوقت، ولكن هذا البدل هو جزء حقيقي من الوقت، وعليه فإن هذا البدل هو بدل بعض من كل. ومن شروطه أن يحتوي على ضمير يعود على المبدل منه ويطابقه في التذكير أو التأنيث، وهنا طابقه في التذكير، فالوقت مذكر والهاء في معظمه تدل على المذكر الغائب. ويجب أن يطابق الضمير المبدل منه في الإفراد أو التثنية أو الجمع، وهنا طابقه في الإفراد، فالوقت مفرد والهاء ضمير المفرد. بعد النقاش نستنتج أن للبدل أنواعاً، منها بدل كل من كل، وفيه يطابق البدل المبدل منه في المعنى بدل بعض من كل، وهو جزء حقيقي من المبدل منه، ويجب أن يتصل بضمير يعود على المبدل منه ويطابقه في التذكير أو التأنيث والإفراد أو التثنية أو الجمع. والآن لنختبر معلوماتنا. أملأ الفراغات بالبدل المناسب مع الضبط الصحيح بالشكل. زرت حلب قلعتها.
حفظت الأبيات أغلبها. واجه القائد الاستعمار الفرنسي في ميسلونة يوسف العظمة. في الختام نترككم في رعاية الله، إلى اللقاء.